الكابتن حسام البدري مش قاعد يتفرج قاعد بيفكر ومدرب يعني لما يقيم مدرب بيبقى فاهم بيعمل ايه ولما يكون منصف يقدر يقول كلام موضوعي ويخش العقل لماذا عمرو جمال لانه اولا يقدر يضغط وشاب وعنده دوافع وعايز يودع جمهوره وربنا كرمه وودع جمهوره خير وداع وراح يقدم اوراق اعتماده البيدفيست خير تقديم انا ما اشتريتوش حد اوانطه بعدين خلي بالكم عمرو جمال جاب جون وعمل جون بهدوء يحسن عليه ولا احسن صانع العاب في الدنيا اللمسه الحانيه اللي توصل بقوه مظبوطه تحط احمد فتحي في انه يقدر في الهدف. يعني الكره دي لو جامده كان هيشوطها لكن وهي حنينه كده يقدر يعملها تشيب مه. فهي يعني رايحه بكل معايير انها تخش جوه اه الكره دي رايحه بكل معايير انها تخش جول عايزه تخش جول أه. أه. طيب صاحب الفيديو الجاي ده صاحب الفيديو ده <applause>